بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وهو أن يصوم يومين أو ثلاثة أو أربعة متصلا بدون إفطار وبدون سحور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وكان الله تعالى يعينه على ذلك. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: إنك تواصل، يعني أرادوا أن يفعلوا ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال رحمة بالأمة، وأذن في الوصال من إلى السحر، يعني من غروب الشمس إلى وقت السحر، هذا جائز أن يصوم اليوم كاملا ويواصل إلى السحور، هذا أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما ما زاد على ذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاق عن عمرو بن ميمون عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل في رمضان وهو صائم. وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن الحسين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فمن لم يخشى على نفسه من تحرك الشهوة يجوز، وأما من خاف على نفسه من تحرك الشهوة فليحذر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد الرحمن بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة أم المؤمنين
فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال رسول الله فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أي أكثركم تقوى وأكثركم خشية لله تعالى. فتقبيل الصائم إذا لم تتحرك شهوته لا بأس، وأما إذا تحركت شهوته فعليه أن يحذر. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن واقع واللفظ له، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق ابن همام، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يقول في قصصه، يعني يعظ الناس، ويقول في وعظه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. قال: فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة رضي الله عنه وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر ذلك، فذكر له عبد الرحمن. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أهما؟ قالتا لك؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. ثم رد أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس رضي الله عنهما. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع أبو هريرة رضي الله عنه عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك، كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. فإذا أجنب بالليل ونام وطلع الفجر ولم يغتسل لا بأس بذلك، ما زال الجماع وقع بالليل وإنما تأخر الغسل إلى الفجر لا بأس بذلك، وهذا من رحمة الله تعالى. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. إذا وقع الجماع بالليل وتأخر الغسل إلى الفجر لا بأس بذلك. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا فيصوم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. فالجماع وقع بالليل إنما تأخر الغسل إلى الفجر فهذا لا يضر، وهذا من رحمة الله تعالى.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر ابن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أي أكثركم خوفا من الله وأعلمكم بما يجب اجتنابه. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين عن الرجل يصبح جنبا فيصوم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، يعني وقعت في ذنب. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. الجماع في نهار رمضان ذنب عظيم يفسد الصوم وتجب فيه الكفارة. قال وقعت على امرأتي في رمضان، أي في نهار رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل عندك مال تشتري عبد وتعتقه؟ قال لا ليس عندي. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، يعني لا تفطر ولا يوم؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر يوما منها، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. فعلى المسلم أن يحذر. ثم جلس الرجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني وعاء فيه تمر، فقال تصدق بهذا، ففيه معاونة من وجبت عليه الكفارة، فأعانه بذلك العرق الذي فيه تمر. فقال تصدق بهذا. فقال أفقر منا؟ قال الرجل قال أفقر منا، يعني أتصدق على من هو أفقر مني؟ فما بين لابتيها، اللابة هي الأرض التي ملبسة بحجارة سوداء والمدينة بين لابتين، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب وأطعمه أهلك. فاختلف العلماء رحمهم الله
منهم من قال إذا عجز يسقط عنه، وبعضهم قال بل يبقى في ذمته حتى يرزقه الله فيكفر. فيجب على المسلم أن يحذر وسائل الجماع وهو صائم خشية أن يقع في ذلك. قال النووي رحمه الله: قال القاضي قال ابن دريد سمي زبيلا، أن العرق زبيل وعاء من السعف، لأنه يحمل فيه الزبل، والعرق عند الفقهاء ما يسع 15 صاعا، العرق ما يسع 15 صاعا، وهي 60 مدا ل60 مسكينا لكل مسكين مد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري في هذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة، وقال بعرق فيه تمر، وهو الزنبيل عن الوعاء الذي يصنع من السعق، ولم يذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث، حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. حدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزهري في هذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة، يعني جامع في نهار رمضان. حدثني محمد، فيلزمه قضاء ذلك اليوم هو وهي مع الكفارة. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، بالترتيب أولا عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري في هذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، أي وقعت في ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال تصدق تصدق. قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان أي وعاءان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. والكفارة كما تقدم أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وحدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدث أن محمد بن جعفر بن الزبير حدث أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدث أنه سمع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان قال يا رسول الله احترقت احترقت، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه ما شأنه، فقال أصبت أهلي، قال تصدق، قال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه، قال اجلس، فجلس، وبينا هو كذا على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه الطعام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، قال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء، قال فكلوا. فهذا كما تقدم اختلف العلماء، منهم من قال إذا لم يقدر على شيء يسقط عنه، وقال بعضهم بل يبقى دين في ذمته متى رزقه الله يكفر عن نفسه. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، يعني عام فتح مكة سنة 8 من الهجرة، خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد اسم مكان، ثم أفطر، فقال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، يعني المتجدد من أمره، فالمسافر له رخصة أن يفطر، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لأنه كان قادما لفتح مكة صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله، قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو، يعني وكان، وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 ليلة خلت من رمضان، وصل مكة 13 ليلة خلت من رمضان، ففتح الله عليه مكة. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث، قال ابن شهاب وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث، يعني المتجدد من أمره، ويرونه الناسخ المحكم، يعني الآخر ناسخ لابن سبق. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة،
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، ومن شاء صام ومن شاء أفطر. الإفطار في السفر رخصة. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. يعني فلا تعب على من أفطر في السفر ولا تعب على من صام في السفر، ومن أفطر فعليه القضاء. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد، حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم اسم مكان، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنه كان سفر لفتح مكة، فأكد عليهم الإفطار ليتقووا لفتح مكة. حدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. فالمسافر له رخصة في الفطر ثم يقضي فيما بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر، قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر، يعني إذا حصلت المشقة، إذا حصلت المشقة فالفطر أولى ثم يقضي. حدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وزاد، قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال: فلما سألته لم يحفظه. عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. فالمسافر رخص له أن يفطر ثم يقضي. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ومن أفطر فقد رخص له فلا يعاب، ومن صام ويقدر ولا يشق عليه فلا بأس. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يحيى بن سعيد
عن التيمي حاء وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث حمام نحو حديث همام غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلت أي من رمضان وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ومنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن يعني ثم يقضي فيما بعد. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهيل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد قال فقلت إن أنسا رضي الله عنه أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ومنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام يعني ما قدروا وقام المفطرون فضربوا الأبنية يعني الخيام وسقوا الركاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر ذهب المفطرون اليوم بالأجر لأن الصائمون ما قدروا أن يعملوا شيء فالمفطرون نصبوا الخيام وسقوا الركاب فحصل لهم الأجر بذلك ويقضون فيما بعد. وحدثنا أبو كريب حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم
المفطرون، يعني اجتهدوا وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم نصبوا الخيام وسقوا الركاب فيؤجرون على ذلك ثم يقضون. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال: حدثني قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور علي، أي الناس كثيرون، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم، أي قربتم من عدوكم من المشركين، والفطر أقوى، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة، أي أمرا عازما، فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. إذا كان السفر سفر جهاد فالإفطار للتقوي للجهاد في سبيل الله. ثم يقضون فيما بعد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أي أصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. حدثنا هو يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد: إني رجل أسرد الصوم، يعني أصوم متواليا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير قال أبو بكر، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال رضي الله عنه قال: إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ أي فأذن له، قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا، قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، ومن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه: هي رخصة ولم يذكر من الله. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر، حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فالصيام في السفر جائز، والإفطار رخصة، ثم القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا أي تجادلوا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. وصيام يوم عرفة بعرفة ليس من السنة، بل عليه أن يكون مفطرا ليجتهد في الدعاء والتضرع بين يدي الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة عام حجة الوداع ليتقوى لذكر الله تعالى والدعاء صلوات الله وسلامه عليه. وأما غير الحاج فصيام يوم عرفة فيه فضل لغير الصائم، أما لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيوم عرفة لغير الحاج يستحب الصوم، أما الحاج فلا يصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره، وقال عن عمير مولى أم الفضل. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، وقال عن عمير مولى أم الفضل. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عميرا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب أي إناء فيه لبن وهو بعرفة فشربه صلى الله عليه وسلم، فكان مفطرا يوم عرفة عام حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج